ليالي شبيبة مع عبدالله السعيدي على الشبيبة اف ام. تحية لكل من انضم لنا على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة ظفار، ولكل اللي يتابعونا عبر البث المباشر في قناتنا على اليوتيوب وعبر البيرسكوب في تويتر. يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا وكل اللي رافقونا في دروبهم اليوم السبت، واكيد كثير منكم في مشاويرهم من البلاد لمسقط. لو ان البعض في شهر رمضان يحبذ انه هو يطلع الصباح حتى يقضي أطول وقت عند الأهل طبعا في البلادين، خاصة الناس اللي داموا بعيد مسقط وين ما كانت هذه المشاوير والدروب. نحن وياكم مستمعين نذكر كذلك بمسابقتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي انطلقت اليوم، بإمكانكم مشاركتنا في الانستغرام وتويتر لفرصة الفوز بمئة ريال زينة حالعيد. ومثل ما عودناكم كل يوم سهرة وكل يوم رمسة، واليوم سهرتنا مع الخشبة السمراء مع المسرح. يمكن عشاق المسرح يعرفوا قيمة هذه الخشبة زين، ويعرفوا شو يعني المسرح. والفترة الأخيرة من خلال المهرجانات المختلفة التي تقام في السلطنة شفنا كيف التفاعل الكبير من قبل الناس في حضور كثير من العروض المسرحية، وهذا اللي يدل أنه فعلا جمهور المسرح لا زال كبير. نحن هذه العلوم وهذه الأخبار راح تكون إن شاء الله حاضرة معنا من خلال ضيوفنا في الاستديو اللي نرحب فيهم مباشرة بالمخرج المسرحي والمؤلف جلال عبد الكريم جواد. يا مرحبا وسهلا فيكم، مساك الله بالخير. الله وأشكرك على الاستضافة وعلى اختيار الموضوع المهم. الله يسلمك. وكذلك نرحب بالمخرج بدر النبهاني. يا مرحبا وسهلا فيك استاذ بدر. يا هلا وسهلا، حياك الله، نورتونا وشرفتونا. والممثله وفاء الراشديه، يا مرحبا وسهلا بك. يا مرحبتين، نشكركم على الاستضافه الجميله هذه. يا مرحبا وسهلا بكم. ونحن اليوم نحاول ناخذ كل شيء من المسرح، ناخذ ذيك الروح الطيبه وناخذ كذلك يعني هموم المسرح والحركة المسرحية في السلطنة خاصة خلال الفترة الأخيرة. ولكن قبل لا ندخل في هذه التفاصيل كلها نسألكم عن رمضان، يعني كيف أجواء رمضان معك؟ نبدأ عندك. أجواء رمضان هم نصبوك بوس من الحين، يعني ينسوك في صدر الميلس. في المقابلة لا، أجواء رمضان أجواء جدا جميلة طبعا، هي أجواء عبادة، أجواء تقرب إلى الله، أجواء ذكر، أجواء روحانية خاصة. وعندما نقول روحانية خاصة فنحن كمسرحيين وكفنانين نستلهم من روحانية الشهر وروحانية الطقوس العبادية الموجودة في شهر رمضان، تجعلنا نفكر ونتأمل ونبحث، وتجد البحث والتفكير والتأمل فرصة، أو نجد نحن فرصة للبحث والتفكير والتأمل أكبر في هذا الشهر. أكيد شهر رمضان شهر ملهم. طبعاً ملهم جداً. فبالنسبة لي طبعاً أقضي جزء كبير من وقتي في، أو من فراغ وقتي في القراءة وفي بحث الأمور في التأمل، وألعب بلاي ستيشن. جميل. هذا التنوع وهذا الخلطة. بدر، شيء تشتاق له كل رمضان، يعني بمجرد ما يدخل الشهر الفضيل تشعر فعلا انك انت حنيت لهذا الشيء اللي ما تشعر به غير في رمضان، من كل الجوانب يعني. نعم، وبما ان نحن الان نتحدث عن المسرح وهموم المسرح ربما نوعا ما، الدراما بشكل عام، وما نشتاق له كثيرا الدراما الحقيقيه يعني اللي افتقدناها، الدراما العمانيه بالدرجه الاولى. فلمت الاهل بعد اذان المغرب، بعد صلاة المغرب، على وجبة خفيفة في التلفزيون العماني، هذا شيء مفتقد من سنين في الحقيقة. يعني سبحان الله، هذا الشيء اللي تذكره كان في سهرتنا الأولى في ليالي الشبيبة لما تحدثنا عن الدراما، كان هذا المشهد حاضر. كنا نتكلم عن لمة الأهل بعد صلاة المغرب بانتظار العمل الدرامي العماني اللي الكل يتحدث عنه، والكل يجلس ذيك الجلسة بعد صلاة المغرب على الشوربة ولا على فنجان القهوة يتابع هذه الأعمال. أنا أشاركك الرأي من الأشياء اللي فعلا نفتقدها بالفعل. يعني تحول المشهد بالكامل من دراما خفيفة ومضحكة ولمة أهل إلى برامج تشبه البرامج الوثائقية، أصبحت يعني عن نوعا ما يعني تحملنا إلى مشاهد أخرى بعيدة تماما عن المرح والضحك والاستراحة، دعنا نقول بعد يوم صيام. فهذا أكثر شيء يشتاق له أي عمان أعتقد الآن يعني هذه الفترة. نعم فعلا. وفاء، أنت وش علومك مع شهر رمضان؟ تكلمنا عن الصلاة والعبادة والبلايستيشن، وتكلمنا عن الدراما.
يعني وفاء رمضان ايش يعني لها؟ شيء حل شيء المطبخ حل سهم في رمضان؟ لا مع الاسف. طبعا انا على قولتك مثل ما انت قلت انا من البلادين، فاكثر شيء اشتاق له يمكن لمه الاهل بشكل عام، يعني ما لمه الاهل بعد رمضان على شيء، لمه الاهل يعني، لان رمضان لمية كنا خلاص هني في مسقط في الدوام تقريبا، يمكن اليوم بس حسيت باللمة العائلية اللي تصير في رمضان، لأن اليوم بس تجمعنا كلنا يعني الخميس الإفطار. الخميس أنا رحت بعد الإفطار، الجمعة ما كنا كلنا مجتمعين أنا وإخواني، اليوم بس كذا على صلاة يعني على الفطور حسيت أن الله صارت فيه ضرابة، صارت فيه أنا أخبر أمي وش صاير، هو يخبر أمي وش صاير، صارت هذه الأجواء الجميلة. فهذا اللي يمكن أكثر شيء أشتاق له في رمضان، وأقل شيء أحصله لأن ما أحصله غير بس في الويكند. نعم، ويعني هذا اللي الحين كنا نتكلم عنه بعد، انه في رمضان تلقى حتى اللي داموا هنا ومسقط حابين انهم يردوا حتى بشكل يومي، لان اللمه في رمضان لها طعم مختلف تماما، يمكن هذا الشيء اللي يشترك فيه الجميع خاصه في شهر رمضان. نحن يعني لما نتكلم عن الدراما ونتكلم عن المسرح، يعني يمكن البعض يعتقد انها شويه هموم مشتركه، لكن حتى لما تكلمنا عن الدراما الكل رجع وقال الاصل ترى يا جماعه المسرح. ولما قلنا زي كيف ممكن نحن شوي يعني نطور الدراما وغيره، قال يا جماعه الخير المسرح، يا نبغى شركات انتاج قالوا ما عندنا مسرح. ففريق الاعداد كان يفكر فعلا مفكر في هذا الموضوع، ليش نحن نروح خلونا نروح للاصل مباشره للمسرح، يعني كيف المسرح ينعكس على كل هذه التفاصيل، دراما كمشهد حتى ثقافي في البلد. طبعا إذا رجعنا لمسمى المسرح، المسرح يسمى بأبو الفنون، وبالتالي هو بيئة حاضنة لجزء كبير من الفنون ممكن أن تقدم في خشبة لجمهور حي. وقوة المسرح أيضا في أنه فن حي ومباشر، أي أن الجمهور يتأثر ويتفاعل مع العرض بشكل مباشر. الآن الفنون الأخرى التي تأخرت عن المسرح كسينما دراما وكلها من الفنون، هي فنون فيها جزء كبير من المسرح تطور وأخذ أشكال أخرى وأشكال قدمت للجمهور. اليوم مهم جدا أن نعتني بهذا الشكل الأساس الذي كون البيئة الأساس التي أطلقت الشرارات الأخرى فيما بعد. اليوم في عمان، نتكلم عن عمان بالتحديد، أنا جدا سعيد بحركة المسرحيين وحركة الشباب، لأنه اليوم عندنا تقريبا 35 فرقة مسرحية في عمان، كم كبير جدا من الشباب الذين يحضروا العروض ويحضروا المهرجانات والذين يحبون المسرح ويقدمون عروض من قلبهم إلى قلبهم إلى قلوبنا. سؤال، كنا نتحدث عن الدراما، وأنا أعتقد وأفند اليوم المشكلة لماذا كنا نفتقد الأعمال الدرامية؟ ليش اليوم لا يوجد أعمال درامية تساوي أو تأخذ المجتمع وتشد الناس الموجودين؟ لأن المنافسة أصبحت قوية جدا. نعم. اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإنترنت، مع المحطات، أصبح المسلسل يجب أن ينافس. يعني أنا اليوم أشاهد المسلسل العماني ولا أشاهد في النتفليكس القنوات الأجنبية؟ الخيارات أصبحت واسعة. الخيارات واسعة جدا. فالمسلسل الآن يجب أن ينافس الخيارات المتاحة. طيب، أنت عشان تنافس الخيارات المتاحة أنت لا تملك الإمكانيات نفسها التي الموجودة في الدول الأخرى اللي هي دول متقدمة، إمكانيات مادية، إمكانيات على صعيد التكنولوجيا، على صعيد الإنتاج، في عالم متقدم جدا في هذا المجال. نعم. فكيف تستطيع أن تخلق فرجة قريبة، تستطيع أن تخلق فرجة تشد الناس؟ أقول لك أن الجواب بخصوصية الأعمال، أنك تنتج أعمال متخصصة خصوصية، فيها خصوصية عمانية، قضايا عمانية حقيقية، قصص عمانية حقيقية، بهذا فقط. لا، لكن جلال ترى هو الشغل الحالي اصلا ما يتجاوز هذا الخصوصيه، يعني هو عاد الحين في نجاحه من عدمه، ولكن نحن بعدنا ما توسعنا الى منطقه، الى يعني نقطه اوسع ان نحن نناقش مثلا هموم او قضايا مثلا اقليميه او غيره، ما اعرف اذا تتفق معي في هذا الجانب. اتحدث عن الخصوصيه القضيه والشكل والطرح. خصوصية القضية بمعنى أن القضية تكون خاصة بالمجتمع العماني،
تناقش مسألة في صميم المجتمع العماني، يعاني منها الشاب العماني، يعاني منها الشباب، أو قضية قد تهم الشباب بشكل عام. هذا مهم جدا. نعم. أيضا على صعيد الشكل لا يجب أن نستغفل، اليوم خلاص تطورنا، فيجب أن نخلق أشكال فيها خصوصيتنا ولكن تلامس المجتمع، تلامس الوجود في الواقع اليوم. نعم. خلاص يعني أنا بالنسبة لي الآن الأشكال المصطنعة والمركبة لم تعد تجد. نعم. اليوم عندنا أشكال جديدة، أشكال حية من الواقع، فيجب أن ننزل للشارع ونشوف اللي الموجود اليوم الحقيقي ونطرحه بأشكال مختلفة بأساليب مختلفة. وإحدى أهم الطرق في ذلك هو أن نرجع للمسرح. المسرح أيضا يستقي من الواقع ويطور ويعطي دفعة قوية في الإنتاج الفني، أو نظرة قوية ثاقبة للشخصيات الكاركترات الموجودة. طبعا مع أريد أن أرجع وأقول هناك اختلاف كبير بين تمثيل المسرح وتمثيل السينما وتمثيل التلفزيون، واختلاف يكاد يكون ضخم جدا، والمشتغلين بالمسرح يمكن حتى ما يحبوا السينما أكيد. ونحن بنتكلم ونحن اليوم بنركز يعني على المسرح وكيف ممكن هو يقوم بأدواره. بدر البعض يصف المسرح العماني بأنه مسرح مكافح، ويمكن هذه كلمة مكافح أنه على تواضع الإمكانيات لكن تخرج لنا أعمال رائعة وتحقق حتى مراكز في مسابقات خليجية ومسابقات عربية. فهذه الكلمة مسرح مكافح هل تتفق معها؟ ولا يوجد مسرح إلا مكافح في الحقيقة. يعني دعنا نخرج مثلا من الشكل الأوبرالي للمسرح، الأوبرا فقط اللي هي شكل مترف، لكن يجب أن يكون المسرح مكافح، لأن المسرح دعنا نقول كما قال بيتر بروك مثلا عندما قال أن لو حظيت كل الفنون بالحرية فإن آخر فن يمكن أن يحظى بهذه الحرية هو المسرح. نعم. المسرح، لأن أوتوماتيك الحكومة تعرف بأن خطورة المسرح وتعرف تأثير المسرح، لذلك سقف الحرية للمسرح دائما يكون محدود، لكن لكل الفنون الأخرى السقف شبه مفتوح، خصوصا في حتى في دول الغرب وغيرها. فلذلك يجب أن يكافح المسرح، يكافح إذا قلنا على صعيد الشكل المادي للصورة الفرجوية للمسرح، أو على صعيد الفكرة واللي هي أهم طبعا. إذا كنا نقول مثلا أن المسرح العماني مكافح، إذن هل انطلق مثلا المسرح الفقير من عمان؟ لا، لم ينطلق من عمان. نعم. إذا كان المسرح العماني مكافح، هل انطلق مسرح المونودراما مثلا كضرورة من ضروريات المسرح من عمان؟ لم ينطلق من عمان. المسرح حيث كان مكافح حيث يكون. الشكل الأوبرا، شكل الأوبرا للمسرح أنا بالنسبة لي وأعتقد ليس فقط أنا، لا يعد مسرح حقيقي. إنما هذا ترف على المسرح نفسه. قد نتفق قد نختلف على ذلك، لكن أنا أجده بالفعل المسرح. أنا برجع لك يعني بدر على مسألة الحريات في المسرح، أنت وصفتها أنها أضيق عن نطاقات أخرى، وضيوفنا اللي قبل وصفوا المسرح بأنه يمكن أن يكون أكثر حرية من الدراما وغيره، لأن اللي يشاهدهم الحضور فقط، غير لما يبث مسلسل على قنوات فضائية وعلى وجود الحين السوشيال ميديا وغيره. فبنرجع نتحدث عن هذه، بس قبل أنا أريد أوصل إحساس وعلاقة المسرحيين بخشبة المسرح للمستمعين. يمكن البعض بعيد عن أجواء المسرح، ويمكن الممثل الموجود على خشبة المسرح يقدر يوصف هذه العلاقة بينه وبين خشبة المسرح، يمكن ما حد يدركها غير المسرحيين أنفسهم، ويمكن بعد يدركوها الناس اللي حضروا بعض العروض. يعني عند انتهاء العرض لما تشوف فرحة الممثلين بإنجازهم واحتفائهم بالمخرج وفريق العمل، تقول يا رباه هذا لوش مسوين، محققين كاس العالم ولا إيش؟ إيش هذا الفرحة بالإنجاز؟ أنا أريد وفاء توصفين هذا الشعور وهذه العلاقة بين المسرحي والمسرح، ليش هو متمسك فيه بهذه الطريقة؟ ماذا يعني وجود الممثل على خشبة المسرح؟ والله ما أعرف كيف أوصفه، أو ما أعرف كيف أبدأ أوصف هذا الموضوع، ولكن
مثل ما أنت تشوف أو مثل ما أنت قلت وصفت، دائما الشعور المسرحي يبان أكثر شيء في نهاية المسرحية نفسها. أنت تتكلم عن شيء مختلف تماما عن الدراما، تتكلم عن شيء مختلف تماما عن السينما، وبحكم أن احنا مجربين كل هذه الأشياء، الدراما أنت تروح لمدة 3 أيام أو أسبوع أو أسبوعين تمثل الدور، ويكون في مثل ما نقول شيء متقطع، ما أنك أنت تمثل شخصية من بدايتها لنهايتها، لا تمثل المشهد اللي في حلقة 20 بعدين ترد تمثل المشهد في الحلقة 15 وهكذا، فما يكون في علاقة مباشرة أو ما يكون في علاقة مستمرة مع الشخصيات إلا باشتغال طويل جدا، وإحنا ما وصلنا إلى هذه المرحلة. يمكن حتى في الخليج ما أريد أظلم حد، بس فعليا في مسلسلات أو اشتغال على مسلسلات ما وصل إلى هذه المرحلة. نتكلم عن مونتاج وغيره من الأشياء اللي تحدث لكن المسرح هو الوحيد اللي أنت مع شخصية من بدايتها إلى نهايتها لمدة كم، شهرين يمكن أقل اشتغال، ممكن يكون شهرين إذا أنت تريد تشتغل عمل العمل يعني مسرحي. أيوة شهرين 3 أشهر، مدة تصل إلى 6 أشهر. 6 أشهر أنت تعلقت أولا بشخصية، تعلقت بفريق عمل، تعلقت بمخرج، تاكل تشرب معاهم طول 4-5 ساعات انت معاهم هذيل الناس، طول 4-5 ساعات انت مع هذه الشخصية، ترجع الى بيتكم ترد تراجع النص، ترد تراجع ايش انا بسوي، ايش انا بطور في هذه الشخصية، ايش الجديد اللي انا راح اقدمه بكرة للمخرج. فلما تتكلم عن اخر شيء الشعور اللي يشعر فيه الممثل المسرحي، هذاك شعور انه يا الله الحمد لله اني انا خلصت. اولا تعب 6 شهور، وثاني شيء إن يا الله أنا خلصت. هذا الشعور المتناقض اللي لا والله بكرة ما في بروفة، وانت طول 6 شهور هذيك تصرخ يا الله متى بفتك من هالبروفة، يعني تفقد روح العمل، تفقد شيء. فهي خليط ما بين الفرحة ما بين البكاء ما بين الحزن، هذا كله انت تقدر تشوفه على هذيك الخشبة لما الممثل والمخرج يقولوا يلقوا تحيتهم للجمهور. نعم. ان في شيء انا راح افقده، في شيء راح يظل جزء مني، وخصوصا ان بعض الشخصيات تظل جزء منك أو تظل معك فترة طويلة أو حتى يمكن للأبد تظل معك لأنك ما تفقدها، وتتعلم منها دائما، تتعلم من زملائك، تتعلم من الشخصيات اللي تمثلها. فهذه هي العلاقة، يعني علاقة مثل العلاقة العائلية، يعني إحنا أهالينا ما نشوفهم قد ترى قد الناس اللي نشتغل معهم. عشان كده يكون الارتباط كبير بين فريق العمل وبين عملهم وبين المسرح. نحن فاصل قصير مستمعينا ولن نعود. جدد الترحيب فيكم مستمعينا ومستمرين في سهرتنا لليوم من ليالي الشبيبة، ومن خلال طبعا وقفتنا الأولى تعرفنا على أهمية المسرح وكيف يعني يشكل انطلاقة لفنون كثيرة. لكن يا جلال نحن حتى مسرح ما عندنا. لا عندنا مسرح، والمسرح عندنا بخير وبجهد الشباب. أتكلم مسرح كمنشأة كخشبة. كمنشأة كخشبة. تسمح لي بس أرجع لعلاقة الفنان بالمسرح، لأنه هذا السؤال جد دائما يطرح ودائما عندي أنا مداخلة فيه. زين بس ما بنسى سؤالي برضه. زين ما مشكلة نرجع له. هذا السؤال احنا لما نروح في جماعة المسرح وكنا نحتك مع الشباب الجدد اللي جايين يدخلوا لعالم المسرح، السؤال اللي يطرحه يقول لنا ايش نستفيد نحن من هذا المسرح؟ فجوابي انه اليوم الفنانين المسرحيين اسمحوا لي على الكلمة يشحتوا على ابواب المسارح، يعني ما في فنان مسرحي اغتنم المسرح، حققوا شهرة، اتحداكم تعرفوا اسم فنان مسرحي في العالم العربي، ما حد معروف. زين الحين ايش اللي حققوه؟ ايش اللي انت تحققه من المسرح؟ وليش انت عندك هذا الشغف وهذا العلاقة بالمسرح؟ والجواب حقيقة أنت ما تحقق شيء وما في شيء، والمسرح حقيقة يعطيك كل شيء، وهذا الكل شيء صعب جدا أني أترجمه للناس اليوم، لكنه يترجم عندي أنا كفنان في لحظة واحدة، اللي هي لحظة انتهاء العرض ووقوفك لتحية الجمهور وتصفيق الجمهور لك. هذه اللحظة اللي أنا كل ما تعرقلني أشياء وكل ما تجي أشياء تعطلني وتحبطني أتذكر هذيك اللحظة وأشتغل عشان الله. وفعلا فعلا فعلا هذيك اللحظة حافز خيالي. أنت ما تتخيل مدى شعورك أنت لما أنت تقدم فنك وفي تقبل مباشر، سواء بالتصفيق أو سواء بالاعتراض أو سواء
لكن أنت معناته أنت حركت شيء، وهذه الدائرة اللي حركتها ممكن تكبر وتحط تسوي دوائر ودوائر، مثل ما ترمي حجر في الماء ولما الحجر تيجي دائرة ودائرة تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. فتخيلك أنت رامي الحجر اللي كون الدائرة الأولى وحواليها الدوائر كبرت وكبرت وكبرت وحققت شيء. نحن نتمنى أن نكون نحن حققنا أو نستطيع أن نحقق هذا التغيير، أو هذا التغيير حقيقة من خلال المسرح. ولذلك تجد المسرحيين رغم أنهم لا يجدون شيء من هذا المسرح، لكنهم حريصين ولكنهم حريصون ويقاتلون لكي يكونوا في يعني هذا الحلم. يعني كلام جميل يقال هنا. عشان كذي أنا بعد أسمع إجابة بدر، هل تشاركهم نفس الشعور؟ لأنه يعني خلنا نقف شوي عند نقطة، لأن إذا العمل نجح وصار ذاك التصفيق الحار من الجمهور اللي أحيانا ينسوا أنفسهم وهم يصفقوا حتى من 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 جمال العمل، ترى بيه هذا الشعور الجميل وبيعطيك طاقة أنك تستمر. لكن أحيانا لظروف معينة قد يحدث العكس، أنه العمل يمكن يفشل لأسباب عدة. هل هذا فعلا يكون أمر محبط للغاية أن الواحد ما يستمر في هذا المجال؟ يعني جميل هذا السؤال، خاصة لي لأن أنا فشلت في الكثير من العروض. لذلك يعني خلنا نعود لعلاقة الممثل بالمسرح ومصطلح الفشل والنجاح في العمل المسرحي نفسه. أنا أتفق وأختلف، وأنا أختلف مع جلال دائما أصلا، فشيء طبيعي أن أختلف. أنا أتفق بالفعل أن المسرح، من يسعى للشهرة ربما المسرح ليس مكانا للشهرة، نعم مساحة للشهرة. ومن يسعى للمال بالفعل المسرح لا يغني أحد أبدا، ربما يعني ربما في لحظة من في مسرحي من المسرحيات قد يكون هناك عائد بسيط، لكن في الكثير من المسرحيات لا يوجد عائد مادي نفسه. اي والله نعم صح. قلبت المواجع زين. فليس مجال للشهرة وليس مجال للاغتناء نفسه، لكن لماذا بالفعل يتعلق ربما بالفعل يعني من اكثر الفنون التي تجعل هنا تجعل لدى الممثل والمخرج والسينوغرافي واي مشتغل حتى الاداري تجعل لديه حب كبير جدا لهذا العالم، ليس فقط للعرض انما لعالم المسرح. لذلك تشكلت لاحقا ظاهره المسرح النخبوي، أصبحت هناك عروض لا يحضرها إلا نخبة. يعني قالها من اسمه غانم صليطي مرة من المرات، يقول نحن مجموعة طباخين، واحد منا يطبخ الطبخة ونجي كلنا ناكلها. قالها في مرة من المرات لبداية تشكل هذه الظاهرة، أن معظم المسرحيات أصبحت هناك مسرحيات نخبة، المسرحيات لا تخاطب الجمهور نفسه. أنا لا أريد أن أحيد عن الموضوع الأساسي، علاقة الممثل بالمسرح نفسه. ما الذي يجعل الممثل متعلق بالخشبة؟ بالفعل هو التأثير. الإشكالية الحقيقية التي ربما لا يعيها الممثل وللأسف حتى المخرج أحيانا حتى الكاتب حتى، أن ما معنى التأثير نفسه؟ أو لماذا تريد أن تؤثر على المتفرج وكيف تؤثر عليه وإلى أين تريد أن تصل به؟ هذه القضايا نوقشت وطرحت لدرجة كبيرة في السابع، لكن ما الإجابة الحقيقية يعني لهذا الموضوع؟ التأثير الحقيقي الذي ننشده أصلا هو تأثير فكري قبل أن يكون تأثير ناتج عن السينوغرافيا الموجودة أو تأثير عن الأداء الرائع لممثل من الممثلين أو فكرة ربما تغريب معين موجود، لأن هذا شيء شكلي للغاية. لذلك أنا أحياناً أقولها يعني لدرجة كبيرة، نحن نحلم أن يكون أيوة ساوند إفكت حلو صاير، أن يكون التأثير نفسه يجعل المتفرج عاجز عن التصفيق، لا يصفق، لا ينسى أن يصفق. وحسب مطالعاتي الأخيرة وجدت ذلك في أحد النقاد الذين تحدثوا عن مسرحية البيتربرو في الستينات. في هذه المسرحية في أجزاء كثيرة من طبعا كانت مسرحية الملك لير، في أجزاء كثيرة من العمل المسرحي نسي المتفرج أن يصفق،
والسبب أنه كان متأثر تأثرا كبير، كان مشدود للغاية. نعم. مع أنه ليس دور المسرح أن يغير، يؤثر لكن لا يغير. لن تخرج من المسرح ثورة، لن تخرج من المسرح، إنما دور المسرح أن يجعل الناس يفكرون أكثر حول قضاياهم المصيرية. من القضايا المهمة التي تشكلت ربما حسب القراءات أيضا بعد الثمانينات، أن أصبح المسرحي انهزامي أكثر، أصبح يعني ينتصر إلى الأشكال الاجتماعية، ينتصر إلى القضايا التي تغيب عنا القضايا الأساسية الرئيسية. وأحياناً ارتبط ارتباط دائم ومباشر يعني في ذهن الناس أنه هو للكوميديا، يعني أنا بروح مسرحية عشان أضحك يعني، ولا يشوف موقف طريف قدامي يقول والله مسرحية اليوم صارت قدامنا يعني. فهذا أتوقع يمكن مع الوقت بيفقدنا حتى معنى المسرح الحقيقي، ما أعرف إذا وفاء وجلال تبقى معي في هالجانب. يعني أنا يمكن شوي أختلف في التأثير، لأنه كل التأثير مهما كان حتى لو كان عاطفي فالنهاية هو يقودك إلى تأثير فكري. فاليوم أنت تتأثر بالموقف كعاطفة، بكرة أنت ممكن كفكريا تفكر والموقف هذا اللي صار حيأثر كان كذا صح أو كذا خطأ أو سبب كذا وسبب كذا. فلا يمكن الفصل في التفكير أو في الوجبة المسرحية بين الفكر وبين العاطفة. العاطفة لها دور كبير، وفي كل الأعمال عموما الارتباط الفكري الارتباط العاطفي أحيانا يقود، أحيانا وفي كثير من الأحيان يقودك لارتباط فكري، وأحيانا هذا اللي يسعوا إليه المؤلفين والكتاب أو المشتغلين بالمسرح. هذا جواب إجابة، هذه نقطة كنت أريد أقولها، بس ذكرني بالسؤال نسيته الحين. السؤال أنا عندي مداخلة عن موضوع الجمهور العماني. والله للأمانة عبد الله الجمهور العماني يمكن من أحسن الجماهير اللي لما تحضر مسرحيات، حتى لو ما في شيء يضحك يضحك نفسه بنفسه يعني، وحتى لو ما في يدور لك الجمال، حتى لو المسرحية ما فيها شيء حلو بس يدور لك أي شيء حلو حلو يقول لك هذا الشيء اللي صار في المسرحية عجبني، سواء كان مضحك سواء كان مبكي سواء كان عجبه في سينوغرافيا. فجمهورنا ترى جمهور يعني مؤدب والله ومثقف وراقي، وأنا اشتغلت هني واشتغلت برا يعني، جمهور يشجعك ان انت تشتغل. فانا شايفه المقارنه، وجمهور يصفق على كل شيء لدرجه انه يشتكوا منا برا في المهرجانات الخليجيه ان انتم جايبين الجمهور العماني عشان يصفق لكم. لا والله احنا شعبنا يحب يصفق، شعبنا يحب الوناسه، جمهورنا يحب الوناسه، شاف شيء حلو بيصفق لك في لحظه. يعني على كذا جمهور المسرح افضل حالا من جمهور الشعر، وجمهور الحين بعد كانت عندنا رمسه عن الشعر وكانوا يعانوا من الجمهور احيانا انه هو مش جمهور متفاعل ايجابا معهم. اذا المسرح افضل حالا، والسؤال يرجع لك مرة ثانية، ولكن لا مسرح لدينا كمنشأة. كمنشأة للأمانة وزارة التراث اليوم لا تملك خشبة مسرح في مسقط يمكن أن تشتغل عليها الفرق المسرحية، وهذا عائق، كان عائق كبير حقيقة أنه لا يوجد خشبة مسرح ممكن الفرق المسرحية بشكل عام تلجأ. إحنا نتحدث طبعا عن مسرح وطني، ما نتحدث عن المسرحيات اللي موجودة مثلا في الكليات. بغض النظر الفكرة أنه المسرح في عمان كمنظومة حكومية هو تابع لوزارة التراث والثقافة. وين راح مسرح الشباب اللي كان موجود سابقا؟ يعني ما معقول نحن وضعنا سابقا كمنشأة يكون يعني أفضل حالا من الآن، المفروض نتطور بهذا الجانب. في هذه النقطة في لي مداخلتين. المداخلة الأولى بخصوص مسرح الشباب، مثل ما قلت مسرح الشباب كان بادرة، كان حقيقة مبنى موجود خلف وزارة الشؤون الرياضية لما كان المسرح تابع لوزارة هيئة العامة لأنشطة الشباب والرياضة. نعم. فيومها كان الهيئة مسؤولة عن النشاط الرياضي والثقافي وأنشأت مسرح الشباب اللي كان موجود إلى فترة قريبة إلى 2000 أعتقد أو 99، في هذا بعد 99 صار عليه، قالوا إنه المنشأة الآن آيلة للسقوط وما ممكن استخدامها، فأهملت فترة وبعدين هدمت وانتهى المسرح اللي كان يخدم الشباب المسرحي في تلك الأيام. الآن هذا ماضي ما لازم نشوف عليه أو نركز فيه، ولكن يجب أن ننظر إلى الأمام وإلى الخارطة الآن في المسرح العماني. الآن نحن وزارة التراث مشكورة عندها 3 أو 4 مسرحين أظني في صلالة، ولديها مسارح في مختلف أنحاء السلطة. الآن نحتاجين مسرح حقيقة، شباب المسرح في مسقط يحتاجون إلى مسرح حقيقي يلم مواهبهم. يمكن احنا ما بس في مسقط،
ما بس في كل المحافظات. نعم في ناس برا مسقط. طبعا انا اتكلم عن نفسي في مسقط، لكن اليوم في نزوه في مسرح موجود في صحار، في صحار محتاجين مسرح شباب ايضا او مسرح للوزاره. لكن انا اتكلم عن مسقط ليش؟ لانه صعوبه ايجاد مكان لاقامه عروض مسرحيه. يعني اليوم اذا جيت شفت مسقط كلها دور تعمل مكان يقدر ياخذ عرض، ما في عندك خيارات كثيره. ما في. وانا حضرت اخر مهرجان للمسرح، مهرجان افاق المسرحي، وكانوا يعني الحضور جالسين على الدرج، والبعض جالس على الارض، والبعض ما دخل اصلا لان المكان يعني صغير مش انه كبير، والجمهور اكبر، والعروض اللي قدمت فعلا عروض تستاهل ان الواحد يحضر لها وانه يوفر لها المكان الملائم. في كثافه عبد الله، يعني في كثافه سواء كان، يعني حتى انا من صحار لكن شغلي كله هني ومسرحياتي كله هني. اكاد يعني ان ما مثلت ولا مسرحيه في صحار او اكاد ما مثلت ولا مسرحيه لصحار او في صحار، فلان في كثافه كثافه ممثلين هنا، كثافه جمهور هنا، حتى الناس تحاول قدر الامكان انها لما تسوي مسرحيات ما تسويها في الويكند، تسويها في ايام الاسبوع، لان كل الناس متواجدين يكون نعم يسهل يسهل الحضور. يا اخي مسرح الكليه هذا انشئ في 82 في سنه 82 انشئ، وكان ايامها يعتبر مسرح رائع وفيه امكانيات كثيره. حتى امكانيات الاضاءه الموجوده اليوم في المسرح هذاك تعتبر فقيره جدا. انت لازم تستعين بشركه اضاءه تيجي وتركب اضاءتها، وحيكلفك ايضا 500 ريال او 500 يمكن 400 الان الوزاره تاخذ من الفرق المسرحيه اللي تريد تنشئ تقيم عروض. ايش كضمانه وايش؟ هذا استئجار. استئجار المسرح. نعم يعني غير عن الاضاءه وغير عن الامكانيات الاخرى اللي انت تحتاجها. يعني انتم تكلموني في هذا الجوانب، وانا يتردد في ذهني كلام بدر لما يتكلم ان المسرح ما راح يعطي شيء، لا راح يعطيك لا الشهره ولا المال ولا راح تستفيد شيء اطلاقا، الا جانب يعني يخص الجانب الشعوري في الشخص، وهو تسويق الجمهور. وما اتوقع انه يمكن يكون سبب كافي. يعني هذا مستقبل مخيف للمسرح عندنا في السلطنة إذا استمر الوضع على هذا الحال. لا. الشباب بتغير أفكارهم وما بيرضوا بهذا الطموح أنه هو ما يستفيد شيء من المسرح. لا دعني واصل ما كنت أقوله وانطلق. إذا واصلت يطمئن قلبي يعني يا ريت. وبالحقيقة هناك شعور كامن لدى كل المشتغلين على المسرح أن المسرح قوة هائلة، قوة رهيبة. المسرح من الفنون الاجتماعية التي لا يمكن أن تحدث إلا بحضور الجمهور. لا يمكن أن تقدم مسرحية للكراسي الفاضية. نعم. لكن الرواية ممكن أن تكتب في زمن وتقرأ في زمن، المسلسل، السينما، كل هذه الفنون من الممكن أن تنتج في مكان وتعرض في مكان آخر. الاتصال الحقيقي بين الجمهور والممثل على الخشبة وما يتبع ذا الممثل من نص، كلمة وغيره قوي جدا، لأنه يحدث الآن، يحدث في هذه اللحظة. إذا توافر نص حقيقي، نص قوي جدا، إذا كان الممثل متمكن، إذا كان المخرج رائع، إذا كان هذه الأدوات تكتمل، إذا كنا نعي لمن نقدم هذه المسرحية، يحدث التأثير الآن. نعم. فهنا قوة المسرح. لذلك هذا الشعور الكامل لدى الممثل وغيره من المشتغلين على الخشبة، هذا الشعور يسيطر عليه ربما في اللاواعي إذا نؤمن بهذا المصطلح. نعم. ولكن حقيقة أن التأثير هو هنا مربط الفرس في التأثير في المسرح، ولذلك هو أبو الفنون، ولذلك هو أقوى القنوات الثقافية تأثيرا. نعم. في العودة لمصطلح النجاح والفشل، كما قالت بالضبط وفاء، نحن جمهورنا يتصيد الجمال، يتصيد الجمال في أي شيء. إذا أعجبت السينوغرافيا حتى لو كان النص ضعيف فسوف يصفر، إذا أعجبه الأداء حتى لو كان الإخراج ضعيف سوف يصفق للممثل، إذا أعجبه النص حتى لو كان مهلهل العرض سوف يصفق للنص. جمهورنا مؤدب بالفعل. تحية لجمهورنا. ربما هذا المصطلح أعتقد المناسب لهذه الحالة. حالة التصفيق بالفعل أحيانا تقطع حتى على الممثل الشعور، يضطر أن يتوقف، لا يستطيع أن يكمل الجملة. نعم. هناك تتم أحيانا، هذا أحيانا يكون سلبي، لكن جمهورنا مجبول على التصفيق.
مجبول على التصفيق، لو أعجبه شيء بسيط صفق. هذا حقيقة لمسنا يعني في أكثر من مهرجان مسرحي. بالضبط. هنا نعود من الفشل من النجاح. يعني قدمت واحد من العروض، أنا كنت مستاء إلى حد كبير بعد مشاهدتي له، كان الانطباع رائع لدى الجمهور، كانوا يخرجوا يعني كنا خرجنا رغم أنك أنت كمخرج ما كان راض أنك العمل، يعني على كل ربما نسج الحالة الشعورية الموجودة قبل العرض ربما كان لها تأثير، لكن ليس هذا فقط بالفعل، لأن في العرض كان هناك خلط بين مدارس وتيارات فكرية عديدة، كان النص لا يقول شيء، لا يقول أي شيء أبدا، يقول جملة واحدة فقط وتعاد وتكرر في كل حدث، مشتور عن الآخر، لا يوصل حالات الانفعالية الموجودة، استعراض إخراجي، كانت هناك أغاني وإضاءات في غير محلها لكن الجمهور مستمتع بها، لذلك كان الجمهور واو. هنا من نجاح من فشل مرة أخرى، النجاح أن يستمر العرض، النجاح أن يستمر في وجدان المتلقي، أن يفكر أكثر ماذا الآن، هنا التأثير، هنا النجاح الحقيقي. لكن تجد أن بعد ثلاثة أيام، أنا إذا أطلت المدة تسأل عن ماذا كان يتحدث العرض، هل فهمت المغزى من العرض إلى آخره، قد لا يتذكر حتى لا حوار ولا يمكن الجملة التي كانت تعاد وتكرر إلى آخره. نعم. إذن من نجاح من الفشل في هذا؟ بالفعل جمهورنا مثقف إلى حد كبير، مثقف. نعم. لا يحتاج إلى وصايا، أنا في مرة من المرات قلت أن نحن نحتاج إلى أن نربي جمهور، وعاب علينا أو عاب علي ذلك الكثير من الأخوة، أن أنت لا تفرض وصايا. أكثر من 90% من الجمهور هؤلاء جامعيين مثقفين. نعم. إلى آخر. نعم. لكن أنا كنت أتحدث، ربما أتحدث بالتحديد عن جمهور مسرحي حقيقي يعرف دور المسرح ويتفاعل معه، نحن ينقصنا التفاعل الحقيقي، كما قالت وفاء جمهورنا بالفعل طيب مؤدب إلى درجة كبيرة، يتصيد الجمال في كل مكان، لذلك يصفق على وهذا يأتي يعني أتوقع مع وجود مسرح حقيقي، مع وجود عروض قوية، الاحترام هنا يفرض نفسه كذلك على المتلقي وعلى الجمهور. نريد نعرج على قضية المرأة والمسرح، ونبدأ مع وفاء، وبعدين أكيد أنتوا لكم دور كبير في هذا الموضوع، لأنه المؤلف دائما يحط شخصيات تقوم بها امرأة، والمخرج كذلك في إخراجه يبحث عن من يؤدي هذا الدور بشكل كبير. هل المرأة تعاني شيء فيما يخص المسرح، ولا أن نحن تجاوزنا هذه المرحلة وبإمكان المرأة المحبة أو الفتاة المحبة للمسرح أنها تدخل هذا المجال بكل سهولة كما دخلت في مجالات مختلفة؟ والله الحديث في هذا الموضوع يطول ويتشعب ويتفرع، ولكن بالمختصر يمكن بالنسبة للمرأة وبالنسبة للأنثى هي تجاوزت مسألة أني أنا ما أقدر أدخل مسرح لأن عيب، لأن كذا، لأن كذا، تجاوزت الخطوط المجتمعية، رغم أنه في بعضها لا زال موجود، ولكن إحنا تربينا على القوة، يعني إحنا كفتيات عمانيات تربينا على القوة، أن لا، إذا أنا في خاطري هذا المجال وقادرة أني أدي فيه وأدخل فيه وأنجز فيه فأنا راح أكون متواجدة في هذا المجال. أما بالنسبة لما من بعد ما تدخل، هذا قبل لا تدخل المسرح، طيب. من بعد لا تدخل المسرح هذه مسألة أخرى تماما، يعني أنا أتذكر أمس أو أول أمس أحد زملائي كان مسوي سؤال على الانستغرام، ان مسوي له سؤال على الانستغرام ان كيف حال المرأة العمانية في المسرح العماني، هل تجاوزت الخطوط الحمراء، هل هذا السؤال، ما اتذكر السؤال بالضبط، ولكن اتذكرني عصبت على اجابته لاني كنت اقول له ما انت تتكلم عن المراه في المسرح العماني، احنا لازم نتكلم. هو كان يقول ان ايوه، والدليل ان في مسرحيه من المسرحيات كان لها دور كذا وكذا وكذا، فاقول له لا، انا اتكلم عن هذا الموضوع لاني انا امراه. انا يمكن الشيء اللي لي عتب عليه النصوص، كنت دائما اتكلم عن النصوص ان المراه العمانيه او الممثله العمانيه. قبل لا نصير للنصوص، هذه ما اجابه مثاليه تعتقدوا انه المراه خلاص تجاوزت المراه العمانيه موجودها في المسرح، ما تعاني انت كمخرج انه الادوار اللي تتجسد على انها امراه متوفر، اختار ما شئت من الممثلات في تنافسيه، ولا تواجه صعوبه؟ انا اشعر نوعا ما انها اجابه مثاليه، انتوا ابخص. هي ليست مثاليه بحكم تجربتها الشخصيه، لان بالفعل يعني وفاه يعني تستحق الف تحيه
على نضالها المسرحي وتواجدها واستمراريتها وعطائها غير منقطع، أيضا على نضوجها من عمل إلى عمل إلى الآن. لكن بالفعل يعني هناك الكثير من الممثلات مثلت مرة أو مرتين ثلاث بالكثير ثم انسحبت، حاولت العودة لاحقا، وأحيانا تواجه مطبات. بالفعل ربما هي كانت تشير، ربما سوف تكمل سوف أكمل لأن هذا كان أنا ما أتكلم عن وفاء قبل، لا أنا ما أتكلم بشكل عام. أكيد أنا أتكلم عن قبل دخولها مجال المسرح. أنت كنت تقول أن هل تعاني إذا دخلت مجال المسرح؟ أنا أقول لك أيوة لا زالت تعاني لما تدخل مجال المسرح، ولكن نحن قويات اللي تريد تدخل ومية بالمية خلاص متأكدة أنها تريد تدخل راح تقاتل لهذا الشيء، رغم أنه في وايد ما يقدروا يقاتلوا من النساء. الحين من بعد دخولها في المجال المسرحي تعاني من مسألة أخرى اللي هي مسألة عدم، أنا الحين أتكلم عن نفسي، اللي هي عدم تواجد النصوص اللي فيها أدوار نسائية مختلفة أو متنوعة. يعني دائما المرأة تلاقيها محصورة في نفس الأدوار، حتى لو اختلفت مسميات المسرحيات، لو اختلفت النصوص، الدور نفسه من سنة لسنة يقولوا فلانة ليش ما تنضج مسرحية، فلانة ليش ما تتطور عن أدائها في المسرحيات السابقة، كيف راح تتطور والنصوص تخلي لها نفس الشخصية. وحتى في مخرجين يفضلوا في بعض المسابقات أن تكون نصوص كلها طاقم رجالي بدون أدوار نسائية. لماذا؟ هذا السؤال للمخرجين طبعا وللمؤلفين وللمؤلفين جلال. يعني هل لما تؤلف نص مسرحي تحسب حساب لدور المرأة في المسرحية؟ للأمانة أنا بتحدث عن تجربتي الشخصية في مع المرأة في المسرح العماني. كنا في البدايات في 98 في 99 أو حتى في بداية 2000 كنا نعاني من وجود ممثلات موهوبات متوفرات. كان صعب جدا أن توجد ممثلات موهوبات متوفرات يستطيعوا أن يقيموا تمارين والبروفات معنا. وكان أيضا اجتماعيا يبدو الموضوع صعب جدا. ولذلك كنا فعلا، وهذا كلام صحيح، كنا يعني من الشروط الأساسية لما نعد عمل أنه نبتعد عن أدوار المرأة، لأنه كان المرأة غير موجودة هذيك الأيام. كان في نقص كثير في المواهب وكان في وجود عنصر نسائي، ولكن كانت تنقص الخبرة والصقل والتدريب، يعني الخيارات كانت ضيقة. اليوم أتحدث عن انفتاح كبير جدا في هذا الجانب. يعني اليوم لما تعمل إعلان أو تريد تشتغل على مسرحية معينة يأتيك صف كبير من السيدات اللي عندهم الإمكانية وعندهم الطاقة، ويمكن وفاء نموذج جيد للسيدات العاملات في المسرح العماني، وخلاص هذه المسألة حسمت خلاص، ما صار في عروض. يعني اليوم نادر ما تشوف عرض ما في فتاة أو فتاة فيه. هذه من نقطة أساسية لازم ننطلق منها، أين كنا وأين وصلنا. فهناك تطور كبير في مساهمة المرأة بشكل عام، سواء في كتابة النصوص. اليوم كتاب النصوص جزء كبير منهم نساء، دكتورة آمنة الربيع، دكتورة عزة القصابي، والآن في شابات أيضا، لمياء السيابي والكثير من الفتيات للحين. بالضبط، فالمجال مفتوح الآن. ولكن الآن المشكلة في نظري ما عادت ذكر أو أنثى، يعني صار الكل متوفر. والآن المشكلة اليوم في جدية الطاقم اللي تريد تشتغل معه. اليوم هذه مشكلة عامة. اليوم الشباب والبنات أو حتى إحنا بشكل عام إيقاع حياتنا تسارع، صار إيقاع سريع. الفيديو في خمس دقائق ينزل في ما أدري وين ووصلوا ما أعرف إيش. هل تريد الشاب بيجي يشتغل لك شهرين أو ثلاثة أشهر على عمل عشان آخر شيء يقدر يقدم ساعة في مكان ما معروف ما عندنا مسرح؟ اليوم هنا التحدي الحقيقي الموجود. نعم ممكن أنه تحدي كبير. وعجبني اللي ذكرته قبل شوية أنه رتم الحياة تغير، وحتى وجود وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تراها غيرت الحسبة بشكل كبير، مش فقط في المسرح. يعني حنا نتكلم حتى الإعلام التقليدي صاير يواكب هذا التطور، رغم أنه أحياناً ما من أدواره. يعني بذكر مثال أن نحن اليوم موجودين، هذه الحلقة تبث مباشرة في تويتر. يعني نحن لازم نواكب هذا التطور بحيث أن نكون موجود. نعم وسائل الإعلام يمكن تقدر تواكب، لكن المسرح هل بعد يقدر يواكب بهذا الطريقة؟ يمكن يكون الوضع بالنسبة له أصعب. تتفق معي؟ هي صحيح مواكبة هذا. شوف
المسرح بحد ذاته انا في رايي انه العنصر الاهم، ويمكن بدر ذكر هذه الكلمه في بدايه في بدايه الحوار، المسرح تستطيع ان تقيم مسرحيه بالاستغناء عن اي عنصر في المسرح. تقدر تقيم مسرحيه بدون نص، مجرد ممثلين، بدون مسرح، بدون مسرح، بدون تمثيل، بدون ممكن تقدم عروض بمختلف طرق ما عدا عنصر واحد، الجمهور. لابد انك توصل لهذا الجمهور. طيب الان وسائل التواصل الاجتماعي تشكل اليه جيده لاستقطاب هذا الجمهور، ولأنه يحضر العرض ويمكن حتى يشارك في الحين في تجارب جديده على مستوى العالم في انه الجمهور يكتب نصوص العروض من خلال السوشيال ميديا، من خلال تواصلهم. فممكن استغلال هذا السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي في انه يكرس التجربه المسرحيه. لكن ما حدث حاليا، هناك طفره حقيقيه في الإعلام الاجتماعي، وفي صار الكل جاء فجأة وحصل الفريسة أو حصل هذا الإطار اللي يشتغل عليه، فالكل جاء وأصبح الكثير من يعملون في هذه وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد أنه متى بدينا نحن في وسائل التواصل الاجتماعي؟ حد يذكر متى إحنا بدينا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ 6 سنوات؟ يمكن 6-7 سنوات، يعني تتكلم على ولا شيء، 6-7 سنوات، وشوف التغيير. نعم، والفارق الكبير اللي صنعته، اللي سوته. نعم. فأنا أعتقد أنه طبيعيا خلال الخمس سنوات القادمة حيصير في فلترة، المرغوب حيصير مرغوب، ولذلك أنا أقول أنه العمل الآن يجب أن يكون على المحتوى. نعم، لأنه هذا حيوصف. نحن بعد الفاصل بنتكلم عن الجمعية، جمعية المسرح. ما أعرف وش سر هذه الابتسامة الجميلة من الضرس للضرس، بس لازم نتكلم عن الجمعية اللي كانت جمعية لحالها والحين دمجت مع السينما، وهل ساعدت هذه الجمعية فعلا في أنها تكون مظلة للمسرحيين؟ بعد الفاصل. الترحيب بكم مستمعينا الكرام على 97.5 من مسقط والباطنة، 98.5 من محافظة الظفار، وتحية لكل من انضم لنا في المتابعة على قناتنا في اليوتيوب وعبر البث المباشر في تويتر. ونجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو، المؤلف والمخرج المسرحي جلال عبد الكريم جواد، والمخرج بدر النبهاني، والممثلة وفاء الراشدية. مرحبا وسهلا فيكم. ونواصل الحديث طبعا، واليوم سهرتنا عن المسرح، وكنت أسأل قبل الفاصل عن الجمعية، ماذا أفادت الجمعية المسرح والمسرحيين؟ كلكم بتجاوبوا. أنا يمكن ما لي الحق أني أجاوب على السؤال، بتركه للشباب، لأنه أنا كنت عضو مجلس إدارة في الجمعية السابقة وعضو مجلس إدارة في الجمعية الحالية، فما عليكم به، تضارب مصالح عليكم به. بدر نسمع منك. في البداية أولا، فكرة الجمعية نفسها فكرة خلاقة للغاية، حتى المبادئ والأسس التي كان ينادى بها لإقامة هذه الجمعية رائعة للغاية طبعا، وكانت تنبي بأن هناك اشتغال حقيقي على شكل مسرحي عماني. يعني كان ربما نستطيع أن نقول المسرح العماني، الآن حقيقة أن المسرح في عمان ليس المسرح العماني، لأن لا يوجد شكل حقيقي للمسرح حتى العربي، لا يوجد شكل حقيقي للمسرح العربي. نعم. ومثل هذه الجمعيات بتأطيرها الفلسفي في البداية ربما كان يصنع بالفعل أو بذرة صناعة مثل هذه المفاهيم لاحقا، لكن التجربة أثبتت فشلها عام بعد عام. هناك نجاح نسبي في أكثر من دورة، لكن هذه المظلة التي كان يفترض أن تكون مظلة تجتمع تحتها الفرق الأهلية، مظلة مثقوبة مخرمة لا تقي الحر ولا تمنع المطر أبدا بالمرة، ولا تجمع، بالعكس تشتت دورة بعد دورة. ربما الكرسي هذا موبوء، كل ما جلس فيه حد فشلت الجمعية. ليش؟ وش ينقصها؟ ما ينقصها يحتاج دراسة، لأن كل عوامل النجاح مهيئة في الحقيقة، عوامل الفشل نحن نستجلبها. لا أقول لك يعني إن كما قلت في البداية أن النجاح ما هناك نجاح نسبي، لكن قليل مقارنة بالفشل سنة بعد سنة. لذلك أنا عندما دمجت مع جمعية أخرى مختلفة تماما عنها السينما، نعم، نحن سلمنا، أنا رحت رشحت بعد يعني، وأنا أصلا
معارض لكل الطرح التي كانت او للحاله خلنا نقول الحاله التي كانت عليها كان عليها المسرح، لكن يبقى الامل دائما قائم. لكن بالفعل يعني نحن وصلنا لمرحله انه يجب دراسه حقيقيه علميه، دراسة أسباب الإخفاق المتواصل لجمعية المسرح. بعد الدمج هذا الإخفاق سيتواصل في نظرك؟ أنا أستشرف ذلك، أنا أتمنى العكس، لكن لا يوجد مؤشر. ربما يعني الأفكار الآن لما كان كل الأعضاء مسرحيين كان هناك فشل، الآن هناك عضوين تقريبا اللي هم مسرحيين حقيقيين، دكتور شبير والأستاذ جلال. يعني أنا أقرأ من ضمن الأهداف، أهداف الجمعية هي التعريف بالمسرحيين العمانيين، تدعيم الجهود المشتركة في النهوض بالحركة المسرحية، جمع شمل المشتغلين على المسرح، المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات المسرحية خليجيا عربيا. كل هذه الأهداف طوال الفترة الماضية ما لمستوها أنتم كعاملين في قطاع في المسرح؟ أنا شخصيا تجربتي الشخصية نتكلم عن ربما البعض لمسها، أنا لم ألمس شيء، لكن أيضا من الأسباب التي للأسف قد تطفو على السطح، كنا نتحدث عن لأي درجة جمهورنا طيب، لأي درجة واقعنا كفرق ومشتغلين على المسرح شرير. هنا تناقض كبير، ما أعرف يعني للأسف الجمهور طيب أنتوا شريرين. طب بالضبط لأن ما أعرف لماذا يعني نفرح لفشل فرقة أو نفرح لإخفاق ممثل أو إخفاق إضاءة مثلا في عرض من العروض، ونركز عليها أن ليش انفتحت إضاءة غلط هذا العرض، معنى كل شيء جميل باقي الجمهور يصفق، نحن نقول لا انفتحت إضاءة لأن تريد تفوز. أيوه هذه نقطة جدا ممتازة. هذا التكريس، لأن لازم نحقق جائزة، لازم أهزم جلال علشان أنا أفضل مخرج. ما عندنا مبدأ أن القمة تتسع للجميع وأن هذا ينعكس إيجابا على الحقيقة. مثاليات عبد الله، مثاليات. أيوة نفس جابتش قبل شوية. الجوائز كرست هذا الشعور. الجوائز وحب أنك تتفوق وتفوز بالجائزة الكبرى مع أنها درع، كرست هذا الشعور، كرست أنه يجب أن يفشل الآخر. يلا حب نقول أن هذا رأي بدر يعني. بالضبط. لكن وفاء أنت صار لك 10 سنوات تقريبا في المسرح وفي التمثيل وغيره، لك أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعية؟ استفدت شيء من أنشطة الجمعية؟ والله أنا آخر من يتكلم، ويمكن القصور من طرفي أنا، يمكن هم بيتكلموا أستاذ بدر وأستاذ جلال بيتكلموا عن وجهة نظرهم كناس كبار في المسرح، كبار بس ما شيوبة مثل ما يوصفوا نفسهم قبل شوية. يمكن أنا بتكلم عن وجهة نظر شبابية أكثر، لأني أنا لما داخل المسرح كان عمري 18 سنة، فالحين كملت 9 أو 10 سنوات في المجال. جمعية المسرحيين للأمانة ما كنت أسمع عنها غير كاسم، وحتى لما اشتغلنا مع فرق مسرحية كانوا يقولوا لنا أن أنتم تلقائيا لأنكم تبع الفرقة راح تسجلوا في الجمعية، بس إيش تسوي الجمعية؟ إيش أهداف الجمعية؟ وش اللي جالس يصير في الجمعية؟ كنا ما نعرفه. لدرجة أنت الحين وصلت لمرحلة معينة من الزمن أن أنت لازم تستقطب الشباب عشان يكونوا موجودين في كل شيء بما فيهم جمعية المسرحيين. ما يصير أنا أي أقول لا أنتوا تعالوا، لأن أنت أساساً ما قدمت شيء للناس اللي قبلنا على حد علمنا وعلى حسب ما يقولوا الناس اللي أكبر منا وموجودين، فتلقائياً أنت بتفكر أن إذا الكبار يقولوا أن إحنا ما استفدنا شيء، طيب إحنا كشباب إيش نستفيد؟ مجرد اسم بس في الجمعية، وغيرنا يروح مؤتمرات، غيرنا يروح معارض، غيرنا يروح كذا. الحين حتى لدرجة أن في واحدة من الأخوات اللي من أعضاء مجلس الإدارة راح يكونوا واللي منتسبين للجمعية تقول لا هالسنة راح يتغير وايد أشياء، إحنا دمجنا المسرح والسينما، صار في تغييرات، صار في أهداف. وأنا من ضمن الأشياء اللي أقولها بس ما لمستها حقيقة إن أنتوا تأخذوا غيرنا بس ما تأخذونا، إذا أنت ما سويت شيء. جواد بيتغير شيء في الجمعية؟ هذا موضوع شوية أحتاج وقت أساس تعطيني شوية فرصة أتكلم فيه. فضل. تجربتي مع جمعية المسرح كانت من خلال مجلس الإدارة السابق، وبعدين من خلال مجلس الإدارة الحالي اللي هو الآن صار له الآن أسبوعين تم اعتماد أسماء اللي موجودة في مجلس الإدارة. من خلال المجلس السابق هناك تحديات كبيرة جدا وقعت على الجمعية. نحن استلمنا جمعية
ممزقة خلينا نقول، أنه لا يوجد مقر، ومقرها الأساسي لم يكن موجود، وكان عليها ديون بمبلغ حوالي واضحين منكم 12,000 ريال، ولا يوجد ويوجد صفر في الحساب البنكي للجمعية. طيب الآن جاءوا الأعضاء هذول، وكنا نضع خطة طويلة الأمد أنه خلال الأربع سنوات أو خلال السنتين القادمات اللي هي فترة مجلس الإدارة سنحقق 1, 2, 3, 4, 5، لكن النقطة الأولى أن نبني البيت الداخل، وبناء البيت يكون من عن طريق استقطاب المسرحيين وإشراكهم في الجمعية، عن طريق إعطاء بعض الحوافز لهم للاشتراك في الجمعية ولعمل الجمعية، ومن خلال مساعدة تنظيمية في موضوع العلاقة مع الخارج مع الجمعيات الخارجية وهذا. وحقيقة هناك بذور حقيقية لهذا تحققت، ولكن مثل ما نعرف ما في نبتة ممكن تثمر قبل أوانها. فإحنا اللي عملنا موقع إلكتروني وعضوية، تسجيل عضويات إلكترونية لكل المشاركين لكل المسرحيين، أي واحد يريد يشارك في جمعية المسرحيين يدخل على طول ويشارك عن طريق الموقع الإلكتروني على طول بدون ما يضطر يروح للجمعية ولا يروح مكان. أيضا مسألة المقر حليناها بأنه أخذنا أول شيء جبنا شقة ومن حسابنا الخاص كأعضاء في الجمعية، وجبنا الناس وأخذوا المكان هناك، وبعدين أخذنا أيضا شقة أو مكان في جمعيات مع مبنى الجمعيات وكنا فيه. قلصنا الدين الكبير اللي كان إلى حوالي 3,000 ريال آخر شيء، بعد ما وجدنا كل هذا كله جبناه من جهودنا ومن عمل. استضفنا بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح عمل مسرحي، وقمنا عمل في صلالة، وعقبنا عمل في مسقط، وكانت هناك بذور حقيقية لحراك مسرحي حقيقي. بل أول مرة يكون هناك اجتماع جمعية عمومية ما فيها انتخابات، لأن الجمعية العمومية تقام مرتين في السنة، مرة للانتخابات ومرة ما فيها انتخابات. فأول مرة يكتمل نصاب المسرحيين في جمعية عمومية بدون انتخابات كانت في فترة هذه. وعملنا دعوات لكل المسرحيين، عملنا يعني ما تتخيل كم الإعلام والعلاقات العامة اللي اشتغلنا عليه واللي عشان نجمع. فكان في بذرة حقيقية أنه نحن، لأنه قبل هذا كان في طبعا المجالس السابقة أيضا بذلت جهود كبيرة، ولكن صار في شوية شق وفي نوع من التنافر، ولكن ما بعد ذلك اللي صار الحقيقة، احنا فوجئنا بقرار من وزارة التنمية بدمج المسرح مع السينما. وش طيب المبررات وقتها كان؟ الحين المبررات سواء تختلف أو تتفق، هي مبررات في النهاية في وجهة نظر من أقرها، مبررات ممكن تكون جيدة وتحرك المسرحيين، ممكن تكون سيئة. هذا بالنسبة لكم أنتم؟ بالنسبة لي كشخص من ناحية فكرية أنا أختلف مع هذا الدمج، أنه يجب أن يكون المسرح كفن وحده والسينما وحده. لكن من ناحية إدارية ومن ناحية مثل ما نقول الموارد، استغلال الموارد وتوزيعها، ومن ناحية ممكن إذا عمل على هذه الجمعيتين، هي ما مهم الدمج، مهم آلية هذا الدمج، بمعنى كيف تكون التقسيم، الآلية، إجراءات، كل هذا مهم جدا. أنا أعتقد أن الوزارة أخطأت خطأ كبير مش في مسألة الدمج. الدمج ممكن ينجح، لكن في وضع آليات الدمج وفي طريقة الدمج. هي جاءت وقالت لنا أوكي، أنتوا الآن، اتصلت في الأخ حسين العلوي رئيس الجمعية وقالت له إحنا نريد ندمج. كان اقتراح دمج جس النبض. خلال شهر من هالمكالمة جاء قرار من المعالي الوزير بالدمج، إيقاف الجمعية بالدمج. وبالتالي إحنا صرنا أمام هذا. الآن نحن عندنا مكتسبات كان في الفترة الماضية خسرناها كلها، أو خسرنا جزء كبير من هذه المكتسبات. كان ممكن أنه لو كملنا كان ممكن تصير هذه المكتسبات أو تثمر هذه المكتسبات. الآن رغم كل الأخطاء اللي صارت، أنا متفائل دائما، وأجد أنه إن شاء الله
هناك بعض الأسباب اللي حتخلي الجمعية القادمة ناجحة إذا اهتمت بنقاط معينة أخرى. النقاط الأساسية اللي ممكن تنجح الجمعية في المرحلة القادمة: المقر. اليوم المقر فيه مسرح يتسع لـ800 شخص. أغلب المسرحيين لا يعرفون عن هذا المقر. زين، هذا المسرح، المقر الجديد، مقر الجمعية، مقر الجمعيات، لأنه الآن جمعنا مع جمعية السينما، فأصبح الطابق الأول كله ملك لجمعية السينما، ومسرح مقسم بيننا وبين جمعية. يعني جلال، كل هذا اللي تقوله جميل، لكن لو جينا نركز يعني في كل هذه الخطوات وفي كل هذا الاشتغال، رغم أنه اشتغال كبير لكن لا زال بعيد عن المسرحيين. يعني احنا نتكلم لازلنا في يعني خلنا نقول البنية الأساسية للجمعية، نتكلم عن اجتماع جمعية عمومية، نتحدث عن مقر، نتحدث عن شأن داخلي بالجمعية وديونها وغيرها من هذه التفاصيل اللي هي كبيرة بالنسبة للمشتغلين على الجمعية، بعيدة كل البعد عن المسرحيين والمسرح. ويعني محور يبدو أنه ساخن كثير الجمعية وحن الحديث عنها، فنبقى ناخذ لنا كذاك نفس عميق شوية ونسمع مقطع لشيء من المسرحيات التي اشتغلت عليها وكانت بعنوان المزار. نسمع يا علاء مقطع من مسرحية المزار. إذن هذا مقطع من مسرحية المزار، ويمكن من المسرحيات الفارقة. فعلا تجربة، يمكن بدر شاركني، هو كان شريك التجربة. نتكلم طبعا عن هذا العمل مع بعض. تجربة كانت ثرية جدا، من جانب إنساني ومن جانب فني. من جانب إنساني لأنه التجربة قيمة أو اللي قدمها طاقم من ذوي الإعاقة. نعم. فتجربة أنه ذوي الإعاقة يقدموا تجربة مسرحية كانت تجربة جديدة على الصعيد الشخصي لي، وأيضا جديدة في المجتمع. فنيا أيضا التجربة تخطت حدودها، لأنه كانت الفكرة في البداية أنه شارك على مستوى مهرجان مسرح ذوي الإعاقة على مستوى الخليج العربي، وشاركنا وحققنا نجاح. ولكن بعدين الشباب صابهم إحباط أنه نحن اشتغلنا وتعبنا، وفعلا كان جهد جبار أنك تشتغل على الشباب والشباب يشتغلوا ويجوا يحضروا بروفات ونجي نقدم عرض واحد، وإن كان نجاح كبير في العرض، لكن هل نوقف؟ أنا وعدتهم أنه ما بنوقف، وبدر يمكن يذكر هذا الكلام. من يوم ما حاولت كل جهدي أنه هذا العمل يطلع وهذا الشباب يطلع. شاركنا في مهرجان الدن مع الشباب، مع عروض كلها كانت لأصحاء. نعم.
فوجود المعاقين او ذوي الاعاقه في هذا في هذا المهرجان كان ايضا حافز لنا. وبعدين جاءنا الخبر انه مهرجان المسرح العربي في الجزائر استضافنا لكي لانه تجربه جديده. يعني بدر هذا المسرحيه من المسرحيات التي حققت اتوقع مراكز متقدمه في شيء من المسابقات يمكن في المهرجان الخليجي المسرحي. فكره الاشتغال مع ذوي الاحتياجات الخاصه في انتاج عمل مسرحي كان فكره بسيطه ولا مغامره؟ لا هي مغامره حقيقيه. يعني من البدايه لما كلمني جلال اننا سوف نشتغل مع فئه ذوي الاعاقه انا كنت متخوف، يعني لا اعرف حدود الاشتغال والعمل، يعني لم اقترب كثيرا من الاخوه، لكن حتى ربما تعاملنا الحذر جدا في اول لقاء بين مع عمران ممثل رائع كفيف، تعاملنا حذر لدرجه كبيره وكنا يعني نخاف لدرجه كبيره ان ينجرح يتحسس الاخر، الى ان في الاخير اندمجنا للغايه معاهم بدون اي اعتبارات لاي اعاقه، لانهم كانوا بالفعل يتخطون اي اعاقه حقيقيه. يمكن انا اذكر هنا الموقف، جزاء امسي عليه بالخير الاستاذ عماد الشنفري كان هو صاحب الفكره وهو اللي اقام اول لقاء، يعني دعاني وبدر انت كنت موجود، وجاب الاخ عمران اللي هو كفيف، وجلسنا في لقاء في مقهى. انا على الصعيد الشخصي هذا اول تعامل لي مع معاق بهذه الطريقه. اذكر عماد سوى حركه ما اعرف يقصدها، ما اعرف، خلص شرب قهوته وراح وخلانا احنا جالسين في المقهى مع عمران. زين احنا انا ما متحرك مع كفيف قبل، ما اعرف اساعده كيف يمشي، وين اوديه، يعني تورطت فيه. بس اليوم عندي علاقات جدا جيده مع الشباب، اصبحوا اصدقائنا، وحققنا هدف مهم، هدف انساني قوي او هدف انساني كنا نسعى لتحقيقه، دمج هؤلاء الشباب في المجتمع. فاليوم عندنا شباب يحضروا كل العروض ويساهموا في يمكن في كل المهرجانات. عمران حاضر نعم بدر مستعد. كمعلومه انا اول مسرحيه اقدمها في مهرجان اللي هو كان مهرجان المسرح العماني الشعبي كانت مسرحيه قلوب ضريره، وهي كانت عرض موازي لجمعيه النور للمكفوفين. فاول اشتغال مسرحي ممكن اطلق عليه احترافي كان معاهم هم. فلما بدايتي كانت معاهم دائما تعلمت، ولين الحين اقولها ان، وكانوا دائما يعلموني اياها ان العمل عمل قلوب ما عمل عيون. ف لما شفت الحرفية في التعامل، لما شفت الحب، لما إن شوف كيف يحبوا المسرح وهم بهذه الحالة، ما قالوا لا إحنا ما نقدر نمشي ما نقدر نسوي، تعلمت وايد. ويمكن هذا اللي هذه التجربة اللي خلتني أنضج وايد لين ما وصلت إلى هذه المرحلة اللي وصلت لها. فهذا يمكن المزار ما كان أول عمل، بس يمكن كان أول عمل طلع من مسألة العروض الموازية. فعلا هو شارك وفاز. بدر مستعد تكرر التجربة إذا عرض عليك عمل مسرحي يخص هو نحن سوف نكررها قريبا. جميل جميل، لأن تجربة ثرية. من أكبر التحديات ان كيف تدمج الاعاقات، يعني بين ذوي الحركه اصحاب الاعاقه الحركيه، المكفوفين، الصم، كيف من الممكن ان يتحركوا مع بعض؟ انت تخيل ان هناك حرب قائمه في مشهد من المشاهد بين مكفوف وشخص فاقد للسمع. نعم. لا يستطيع ان يحدثه فيرشده، ولا يستطيع ذاك ان يراه. نعم. فكل عوامل التواصل بينهم مفقودة تماما، لكن بتكنيكات معينة بحركات معينة تغلبنا، يعني على اشتغال كبير إذا على هذه الإعاقة. اكتشفنا أنه أصعب أن يكون مكفوف مع مكفوف، أصعب بكثير من أنه يكون، يعني نجرب ونكتشف. فبالعكس يعني ثرية عب صاحي مع مكفوف، وهذا تحفة. يعني أكيد كثير من التحديات كانت حاضرة موجودة. بالنا كان نقضي الأشهر الأسابيع أو الأشهر الأولى من العمل في ورشة،
نستكشف. نحن نعرف الشباب، احنا نريد نعرف ايش هذا، ليش اللي يطلع منه. كنا نستمتع جدا بانه لما نعمل هذه الورشه ونشتغل عليها قبل ما نبدا الشغل الجدي على العمل. علمونا اشياء كثيره، يعني هم علمونا اشياء كثيره. يعني لا تتخيل مثلا الصم لاي درجه لديهم طاقه حركيه عملاقه، لا تتخيل المكفوفين لاي درجه لديهم انتقاد وتحليل للاشياء، وايضا حس بالقياسات. يعني أنا لما اشتغلت معاهم والله أنا كنت أغلط في قياسات المسرح وهم ما يغلطوا. ما شاء الله عليهم. هو يعني سبحان الله فقدوا يعني نعمة البصر، ولكن تحس أن عندهم الحواس الأخرى قوية بشكل كبير، خاصة السمع ما شاء الله. نحن يمكن واحدة من الأهداف اللي حاولنا بس مع الأسف فشلنا فيها هو إضافة بعض الإعاقات العقلية. كنا نريد ندخل إعاقة أو إعاقتين عقلية، واحد من الشباب اشتغل معنا بروفات وبدأ، لكن مع الأسف بعد فترة وجدنا بعض الصعوبة في هذا. لكن إن شاء الله إذا عملنا مرة ثانية أنا إن شاء الله عازمين أنه ندخل إعاقات أخرى ونوسع المجال أكثر ونشرك هؤلاء الشباب بشكل أكبر إن شاء الله. نحن مستمعين الكرام فاصل أخير وبعدها راجعين للمحطة الأخيرة في سهرتنا لليوم. وليالي الشبيبة مستمعين الكرام يأتيكم من الأفنيوز مول يوميا طوال شهر رمضان المبارك. واليوم طبعا حديثنا وسهرتنا ورمستنا عن المسرح، ونحن في محورنا الأخير ومحطتنا الأخيرة لليوم. ودائما نحن مثلا نسمع عن هناك انتحالات أدبية في كتابة المقالات، انتحالات أدبية أحيانا في بعض الكتب، ولكن هل يحدث هذا في المسرح؟ دار راسي ما عرفت حمل وجه السؤال يعني. وفاء ايش كان سؤال؟ هل يحدث ان تنتحل بعض العروض المسرحيه او بين قوسين تسرق وتقدم من فرقه مسرحيه اخرى؟ يحدث كثير، وفي احيان انا ما الوم، يعني الومهم وما الوم الفرق اللي تشتغل على هذا الشيء، او مثلا احيانا جماعات طلابيه تعمل على هذا الشيء. كيف ما تلوميهم؟ ما ألومهم أحياناً، لأن التقصير ممكن يكون من الجانبين. يعني أنت تتكلم عن ناس، وفي محور إحنا تكلمنا فيه واحدة من المحاور إن إحنا كفرق وايد ما نحب الفرق الثانية تفوز، وايد شريرين مع بعضنا البعض، فندور الأغلاط البسيطة. لما أنت تعود ممثل او تعود مخرج ان يا انسان يا 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 فلان انت اهم شيء تفوز في هذا المهرجان، سواء كان مهرجان طلابي جامعي او مهرجان على مستوى عمان او على مستوى الخليج، انا همي اني افوز في هذا المهرجان، همي افوز مع الخبره الاخراجيه البسيطه عندي او الخبره التمثيليه البسيطه عندي. احنا نتكلم عن الاخراجيه لان الاخراج هو اللي يسرق بالمقام الاول. هني تجي السرقات الادبيه، انه ما يريد يشتغل من عقله، ما يريد يشتغل من راسه، ما يريد. لكن انا اتوقع ان هذا موضوع غير مبرر على الاطلاق، يعني مساله سرقه عمل مسرحي سواء في الاخراج او في النص او غيره، يعني ما ممكن نقول ان لا يلام. يعني من ما اعرف انتوا اخبر مني. هو أنا قلت ما يلام لأنه بسبب نقص الخبرات الموجود عندنا، لكن يلام بشكل كبير أنه هو يبقى توك في أول الدرج ويبقى على طول يصعد لآخر الدرج، يبقى على طول يوصل لآخر درجة، ما يريد هذيك المساحة أو هذاك الاشتغال اللي لازم يشتغل على نفسه أو الجهد اللي لازم يبذله أو التعب اللي لازم يبذله علشان يوصل لمرحلة أن أنا مخرج لخبراتي اكتسبت سويت كذا. لا، هو يريد على طول يوصل لمرحلة الفوز، حتى ما يهم أنه هو اكتسب أو ما اكتسب من هذه الناحية. فهذا الشيء الخاطئ، وهذا الشيء اللي أنا ما أبرره أبدا لأي جماعة، ولكن أحيانا يضرب الحظ معاهم. أحيانا إحنا نكشف المسرحيات المسروقة من مسرحيات أخرى، لأن أحيانا يعني في كتاب اسمه اسرق كفنان لمؤلف اسمه أوستن كليون، أو نسيت اسم المؤلف. فبمفهوم الكتاب إن إحنا ما في فكرة أساسا منبعها أنت، ما في فكرة منبعها عدلك أنت، الأفكار موجودة في الهواء متطايرة، أنت تمسك. أو مثلا إذا تريد تأخذ من شخص ثاني لما يسموها سرقة، بس سرقة إبداعية، اسرق بإبداع. زين، أنا خليني أطرح هذا السؤال بطريقة مختلفة على بدر. متى نستطيع القول بأن هذا العمل المسرحي منتحل؟ مصاي عليه يمكن.
عشان تصحصح معي. جميل. ضبط اللي أنا كنت أريدك تسأله. جميل. هو بالفعل يعني محور جميل في السهرة اليوم، ولو أنه متأخر يعني يحتاج صراحة مساحة. في البداية يعني أنا لا أريد أن أتكلم بشكل غامض وعام، يعني مباشر بشكل مباشر. أعتقد أن هناك أريحية في الطرح أكيد دائما. أولا بالنسبة لماذا نحن نطلق هذا المصطلح؟ طبعا لا مبرر أبدا للسرقة، لا مبرر للسرقة، لا مبرر للانتحال، لا مبرر للمطابقة مثلا في أي فن، في أي أدب، في أي شكل من الأشكال. هذه القضية قديمة حديثة. لماذا؟ لأن من بداية العولمة أو هذا المصطلح بدأ ينتشر، والسوشيال ميديا، اليوتيوب وغيره، تسربت الكثير من الأشياء، منها مصطلح الحداثة، خصوصا مصطلح الحداثة. لأن الحداثة عندما تسربت عبر القنوات التواصل هذه أصبح يأخذها الفنان أو المشتغل على المسرح، خاصة إذا خصصنا بدون وعي حقيقي، يأخذها ويطبقها. لذلك بدل أن تكون لدينا حداثة أصبح لدينا فوضى. هناك عروض موجودة عرضت، صح هناك فوضى فيها، لأن نحن أخذنا الشكل وطبقناه بعيدا عن الوعي حول ماذا نطبق. وهذه بالفعل أنا أستطيع أن أقول عنها سرقة، سرقة غبية لدرجة كبيرة. لكن لماذا يثار هذا المحور الآن؟ لأنه في مهرجان آفاق الأخير، نعم، حدث الكثير من اللغط حول أن هناك قدمت عروض مسروقة أو منتحلة مثلا. قدمت أكثر من عرض فيه سرقة. أنا ما أتصالح أبدا مع هذا المصطلح لهذه العروض نفسها، وسوف أبرر ذلك. ربما هناك أشياء أخرى أخف بكثير من هذا المصطلح. البعض يقول سرقة سرقة، كيف نخفف السرقة يعني إذا كان لكن شيء، هناك شيء آخر بالكامل حدث يعني هنا. ليش نسميه اختلاس مثلا؟ لا، هنا أيضا الاختلاس الآخر حتى الاقتباس والتضمين محبذ في فنون ما محبذ في فنون أخرى. أنا لا أتحدث عن ذلك بالكامل، لكن هناك نص كتبه سعد الله والنوس اسمه الملك والملك. هذا النص بعد أن كتب سعد الله والنوس وعرض إلى آخره، جاء أشخاص آخرين وطبعاً أدباء ومفكرين ودكاترة وباحثين، نعم، قالوا بأنه هذا النص مطابق لنص اسمه الرجل برجل لبرخت. وربما المقاربة الموجودة، لأن سعد الله والنوس طبعاً متأثر ببرخت نفسه، نعم، لكن هو نفسه سعد الله والنوس برر، أو لا نقول برر، فند كل الادعاءات الموجودة. وربما لأن سعد الله والنوس ليس تجربة عادية، إنما هو مدرسة بحد ذاته، برخت مدرسة بحد ذاته. كيف من الممكن أن أنت تأخذ من مدرسة؟ أنت تتبع هذا التيار، لا تأخذ منه، إنما تتبعه. لذلك هناك أشكال متشابهة سوف تكون بطبيعة الحال. فرجل برجل كانت عن جندي أو حمال، هو يذهب لاصطياد أو عفوا شراء سمك، ولكن عندما ذهب لشراء السمك صادف جنود، ينقصهم جندي واحد لعملية معينة، فوضوه على أن يكون جندي، ثم تحول من حمالي عادي إلى جندي، ثم تحول إلى مسيطر، ثم تحول إلى أن يكون هو القائد. نعم. في الملك هو الملك، الملك هو الملك مصدرها أصلا ألف ليلة وليلة، مختلف تماما. لا يعني كما يقول سعد الله والنوس، لا يمكن أن يكون برخت قد فكر بليلة بألف ليلة وليلة. الملك هو الملك أن هارون الرشيد عندما هذا في ألف ليلة وليلة، لكن الملك يخرج إلى السوق متنكر بعد أن سئم الحالة الملكية الموجودة هو فيها، فسمع شخص كان تاجر وفقد تجارته، وكان يشكو تحول الذهب، فقرر أن يلبسه لباس الملك. تم تخديره فأصبح ملك بين يوم وليلة. الغريب في الأمر أن الناس لم تشاهد ذلك التاجر الذي خسر ماله، كانت تشاهد ملك، حتى زوجة الملك نفسها انطلق عليها الحيلة فقط لأنه ارتدى تلك الملابس.
الآن التيار واحد، لكن الكثير من المقاربات والمشابهات الموجودة لا تعني أن سعد الله والنو سرق من بريخت أبداً نهائياً إطلاقاً، لأن الفكرة الموجودة لدى بريخت مناقضة تماماً للفكرة الموجودة لدى سعد الله والنو. هناك رجل برجل، وهنا الملك هو الملك، يعني الرجل هو الرجل، يعني مهما تغير هذا الجالس على الكرسي يظل الملك ملك. نحن نقدس الملك لا نقدس الشخص الموجود. طبعا فكر فلسفي مختلف للآخر. أعود الآن حتى نؤطر تماما الحديث عن ما نتحدث عن نص موال حداد لإسماعيل عبد الله، والذي اشتغل مرعي الحليان في الإمارات وحصل على المركز الأول في مهرجان آفاق المسرحي. أيوه، في مهرجان آفاق اشتغله أمجد الكلباني، وهو طالب شاب الآن، ربما لا أعرف تجربته رقم كم، لكن هو حديث العهد بالمسرح. مرعي الحليان الذي أخرج موال حدادي طبعا ليس فقط قامة، أنا عندما حدث هذا اللغط ذهبت لمشاهدة العرض في اليوتيوب، شاهدته بالكامل. نعم. وكنت أقول أنه لا شيء يبرر السرقة، لكن عندما شاهدت العرض كاملا من الألف للياء الموجود في الشارقة، عدت لأقول أنه من الظلم في الحقيقة أن يقال عن أن ما حدث في السرقة، هناك الكثير من التشابه. لماذا؟ النص نفسه، المرحلة الزمنية التي نتحدث عنها نفسها، التكوينات النفسية الموجودة لدى الممثلين من الضروري أن تكون نفسها. الخليج هو الخليج، الإنجليزي هو الإنجليزي. كل المكونات النفسية، كل المكونات الاجتماعية، كل المكونات والأبعاد الموجودة لدى الممثلين من الواجب أن تكون نفسها، لأن هذا التوجه نفسه، الفكرة نفسها. وأنت شاهدت العرض؟ أيوه، شاهدت العرض هنا في مهرجان آفاق. بالضبط. نعم. ماذا تصف هذا العرض؟ هناك الكثير من التشابه، ولكن لا توجد أي سرقة. التشابه الموجود مرده إلى أن هناك يعني نحن والإمارات، النص إماراتي، نحن الإمارات واحد، نحن والذي يحدث في فلسفة العرض نفسه في النص نفسه واحد. معلش بدر، بس وش يعني التشابه؟ يعني ما أيوه ممكن تفسر لي التشابه؟ جميل. الآن الحدث يحدث في بار، بار يعني حانة. نعم. كيف من الممكن أن تغير الحانة؟ هل تجعلها مثلا حديقة؟ تجعلها بستان؟ تجعلها ماذا؟ لا يمكن. حانة لا يمكن أن تخرج. إذن هذا تشابه. طيب. البطل هنا هو الذي يخدم في البار أو في الحانة هذه، البار مان أو البارتندر. نعم. نعم. ما الذي يلبسه؟ يلبس أفغاني؟ يجب أن يلبس ملابس من يكون في البار. نعم. الملابس لا أقول هناك في شبه، لأن يجب أن يكون ذلك. كان من المقاربات التي يتحدثون عنها أنها سرقة أن الضابط يخرج من اليسار في تلك العملية، في تلك المسرحية، ويخرج من اليسار هنا. من أين يخرج؟ من السقف؟ من الجمهور؟ لماذا؟ فليخرج من اليسار. لكن هذا التشابه ليس تأكيداً أن هذا العمل انتحل من عمل آخر. كيف انتحل؟ كيف ينتحل نص؟ إذا قلنا أن هذا النص مثلا أن نحن سوريين، هذا العمل يقدم في سوريا، صح، إذن هذه اللهجة أو الكلام الموجود خطأ، إن هذا سرقة. إذا كنا نحن مثلا بغض النظر عن أشياء أخرى اشتغلها أمجد، اشتغلها بحرفنا في الحقيقة. نعم. مثلا أنه أدخل الكثير من الأشياء الجديدة لا توجد في العرض الإماراتي، مع أنني أؤكد على أن العرض الإماراتي عرض رائع، وقع أمجد في الكثير من الأخطاء لم يقع فيها العرض الإماراتي. العرض الإماراتي محكم للغاية. نعم. مبرر الكثير من الأشياء التي كانت علامات استفهام في العرض العماني. نعم. أيضا هناك شيء آخر، خليفة الهاجري المعقب على الجلسة التعقيبية شاهد العرض في الإمارات وكان عضو لجنة التحكيم. نعم. شاهد العرض في السعودية وقال بعظمة لسانه أن العرض العماني هنا موال حدادي مختلف. عز القصابي عندما نشرت مؤخرا مقال عن موال حدادي قالت أن هذا العرض مختلف إخراجيا. نعم. إذن التشابه الموجود جعلنا بالفعل أخرج الشرير الموجود لدي. نعم. متصيد الأخطاء، خصوصا أن لم يتحدث أحد في تلك الليلة،
لم يخرج أحد في الجلسة التعقيبية، لم يوضع منشور لا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في أي مكان أبدا. من صاحب هذا الطرح؟ من صاحب هذا الطرح؟ ماذا هي شرارة؟ هي شرارة، لم يتحدث أحد في تلك الليلة لأن ما حد كان شايف موال الحدادي اللي كان في الإمارات أو اللي شايفينه كانوا قليل. بعد ذلك تحدثوا وأثير اللغة، لكن مقارنة بعرض آخر في نفس الليلة، لأن هذاك العرض كان منتشر بصورة أكبر. يمكن موال الحدادي كان حديث العهد، يمكن قبل سنتين أو ثلاث معروض في الشارقة، في مسرحية أخرى كانت معروضة قبل كم سنة، في نفس اللحظة الناس تتكلم من وراء ان هذا العرض مثل هذاك العرض اللي كان موجود في الشارقة او في مكان اخر. بالضبط، انا اقول لماذا الحديث بعد الجائزة؟ لان بالفعل اطلق الشرير موجود بداخلك، هذا نحن مجبولين عليه. نعم. للاسف يعني هذه حالة، لكن انا اريد اسال جلال، اذا فعلا عرض مسرحي تعرض لهذا الانتحال او لهذا السرقة وسميها ما شئت، إيش ممكن يسوي؟ من ممكن يحميه؟ من ممكن يرجع له حقه؟ شوف، هي المسألة بالنسبة لي تحديدا، أولا أنا أعتقد أنه كيف نستطيع نحمي العروض أو نثير جدلا حول العروض المقدمة، سواء كانت فيها انتحال ما فيها انتحال، فيها أفكار ما ليس فيها أفكار. جميل. بحركة نقدية حقيقية. اليوم كم من الكتاب الذين ينتقدون أو من النقاد الحرفيين الذين ينتقدون العروض وتتبعهم الناس. الناس لما تشوف ناقد يكتب، ترى هذا دور النقد، أنه الناس تتبع هؤلاء النقاد وهم يستطيعوا أن ما أقول يوجهوا، لكن على الأقل يؤطروا، خلينا نقول التوجه العام. فالحركة النقدية مهمة جدا، ويمكن حتقدر تعملها. أما بالنسبة للحوار القائم حول موال حدادي، أنا ما حضرت العرض اللي كان في التقنية، على أسف كنت خارج السلطنة، لكن رأيي أنا في هذه العروض التي انتحلت أنه في شيئين. إذا أنت أخذت من عرض قوي أثر عليك، بغض النظر هو سرقة أو انتحال أو مهما كانت التسميات، فأنت سوف تقدم عرض مهما كان سيكون منقوص، لأن الفكرة والفكرة الإخراجية والفكرة هي فكرة مستوردة، مش فكرة أصيلة من عندك. وبالتالي العرض حيكون منقوص لجمهورك. لماذا؟ ونأتي للسؤال الآخر، لماذا نحن نقيم هذا المسرح؟ إذا أثرت فينا الفكرة بشكل كبير، وأحسسنا أن هذه الفكرة أصبحت وليدتنا وإن تشابهت مع عروض أخرى، فلك الحرية أن تقدم الفكرة بما تشاء، بطريقتك أنت، أنه تقدم الفكرة ولكن بطريقتك أنت. أنا مشكلتي أنه لم أحضر موال حدادي فلا أملك. أنا الحين هو هذا كان بس مثال من بدر على عرض من هذا النوع، لكن سؤالي أنا المباشر الآن، إذا ثبت عندنا هنا في السلطنة بين الفرق المسرحية نفسها، عشان ما نصعب الموضوع، أنه في فرقة مسرحية معينة انتحلت عملا من فرقة مسرحية أخرى وتم إثبات ذلك والاتفاق عليه، ما هي الإجراءات عادة التي تتبع، وما هي الجهة التي ممكن أن تفصل في هذا الموضوع؟ طبعا الجهة اللي والله ما متأكد، بس أعتقد أنه الجهة الوحيدة اللي ممكن تستطيع أن تفصل في هكذا موضوع هي وزارة التراث، دائرة المسرح. وأيضا إذا ثبت قبل إعلان النتائج، أتوقع لجنة التحكيم تخرج هذا العرض من المسابقة إذا كان مسابقة. لكن عندي تعقيب بسيط في نفس المسألة، مسألة السرقات الأدبية، لأن أحيانا وايد يحصل لغط في الموضوع، يعني وهذا يرجع إلى مسألة تثقيف الجمهور أو حتى تثقيف المسرحيين. أحيانا يحكم على عرض مسرحي كامل إنه مسروق فقط لأن أخذ القالب أو الشكل. مثلا على سبيل المثال أتذكر قبل كم سنة حكم على عرض مسرحي بأنه مسروق فقط لأنه استخدم قطعة قماش في مسرحيته، رغم أن النص غير، الزمن غير، المخرجين غير، الممثلين غير، المكان والدولة اللي سوت المسرحية أصلا غير، ولكن حكم عليهم بأنهم سرقوا المسرحية فقط لأنهم أخذوا فكرة. لا، أنت ما تسمى سارق لأنك أخذت فكرة وطبقتها. نعم. بقالب مختلف. إذن هو الشرير الذي بداخلكم. وهذا يعيدنا إلى سؤال مهم. نعم. السؤال، متى يكون العمل مسروقا
ومتى تستطيع تحكم على العمل أنه مسروق أو أنه مقتبس أو في جزء من أعمال أخرى؟ إلى أين تضع الحد الفاصل؟ وهذا نقاش طويل ويمكن أنا وبدر عشناه، وهناك آراء مختلفة من المسرحيين، حد يشوف هذا العمل مقتبس، حد يشوفه سرقة، حد يشوف، فهذا يحتاج إلى عملية حتى أكاديمية علمية تراجع هذه الأفكار بشكل عام. شيء أخير بس، يعني للحديث عن سرقة وانتحال إلى آخره، عمل قدم، هل عليك أن تناقض كل حركة قام بها المخرج في العمل الأول حتى نقول أنك لم تسرق؟ مثلا أن هناك كتلتين مسرح ديكور في اليمين واليسار، إذن تصنع ثلاث كتل، هناك ضابطان يدخلان، هل يجب أن تدخل ثلاثة؟ هناك خروج من اليسار، هل تخرجهم من الجمهور؟ هل يجب أن تناقض كل شيء؟ إذن يعني أين هنا الإبداع أيضا؟ لم يبقى عمل مسرحي. نحن دائما في محطتنا الأخيرة عندنا أظرف، هذه الأظرف بحروف رمضان، وفي كل ظرف سؤال، فأنا ببدأ مع جلال. عندنا هذه الحروف رمضان، حروف رمضان، أي حرف تختار؟ حرف الضاد. ليش اخترت حرف الضاد؟ لأنه يقولون لغة الضاد. لا، لغة الضاد، لكن هذا الحرف نحن يتعبنا ما نحصل أسئلة بحرف الضاد. طيب، هذا حرف الضاد، ونشوف الأسئلة الموجودة بحرف الضاد، وهي عبارة عن كلمات كلها تبدأ بحرف الضاد، والكلمة الأولى ضرر أصابك من شخص قريب، ماذا تقول له اليوم؟ الله يسامحه. في رمضان بعد شو؟ الكلمة الثانية ضعف، متى تشعر بالضعف؟ هذا الشعور يخالجني يوميا بشكل كبير جدا، كل مرة أشعر بالضعف، وأعتقد أنه لن تشعر بالقوة إلا إذا فهمت الضعف. نعم. والضعف هو يجب أن تنطلق من الضعف حتى تفهم مكامن القوة عندك. نعم. الكلمة الأخيرة ضد، برأيك من يقف ضدك اليوم حتى تتحقق أحلامك؟ لا أعتقد أن هناك مخلوق في هذه الأرض يقف في وجه مخلوق. كل هذه نظرة عامة، كلنا ظروف معينة تحكم على تصرفاتنا، على انطباعاتنا، على أشياءنا، وظروفنا كلها هي اللي تحكم علينا. لا يوجد شخص، أنا وبدر، أنا ممكن أكون ضده في كل شيء، لكن ضده في بعض الأشياء، فما أعتقد أنه هذا الجانب. يعني أنت يا جلال أقوى من أن يكون شخص ضدك أو أضعف. طيب، نروح عند بدر، تبقى حرف الألف والنون والراء والميم. ميم. في سبب؟ لا أعرف. عشان تخلص أمورك بس. طيب، حرف الميم. نعم. موقف غير حياتك بشكل جذري، سواء بالسلب أو الإيجاب. هلا. يعني سلبي أو إيجابي؟ سلبي أو إيجابي. سلبيا، موقف أن تخليت عن وظيفة سابقة يعني كنت أعمل فيها، هذا نفسيا سلبي جدا كان بالنسبة لي، وغير حياتي لدرجة كبيرة. نعم. السؤال الثاني بحرف الميم، ممثل، برأيك من هو الممثل المسرحي العماني الأبرز على الساحة اليوم؟ هذا ممثل مسرحي، ما ممكن أنك يعني الميم. أنت دبلوماسي من أول الحلقة بتتخلى عنها الآن يعني؟ أكيد. ها. إذا بنت وفاء قلنا حرب. لكن تقول ممثل. بصراحة الممثلين أنا دائما أشيد بهم درجة كبيرة، عبد الله مرعي أولا، وعبد الحكيم صالحي ثاني. نعم، نوجه لهم تحية أكيد. هؤلاء عمالة حقيقيين، أو طبعا لا نهضم حق الكثير من المجتهدين والممثلين البارعين، بس هؤلاء علامة فارقة صراحة في المسرح العماني. جميل. فقط وفاء، عندنا حرف الألف والنون والراء. رمضان جانا وفرحنا. خلاص الراء إذا نون. إيش هالورطة؟ خلاص راء راء. على آخر الحلقة اكتشفنا أن وفاء بعد صوتها جميل يعني. أوكي، ما خبرتونا كنا بنطلب شيء منها نسمع يعني على هنا شكيت.
أنا شكيت بس أنا اقتنعت. رسالة بما أن بدينا بحرف الراء توجهها لشخص زعلان منك في الشهر الفضيل. رسالة؟ ولا ما حد يزعل من وفاء؟ راضيني بسرعة قبل لا تموت. هو بعد راضيش. هو راضي حتى لو أنا غلطانة أنت راضيني. هو يموت بعد. لا 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 أنتم مع المسرح بديت أشك في شركم. الكلمة الثانية رد. ردك على من يقول بأنه لا مسرح في عمان وما هو موجود هو نتاج اجتهادات شخصية لا أكثر من الهوى. ردي ما يكون بالكلام، ردي يكون على خشبة المسرح نفسها أثناء العروض المسرحية والمهرجانات والجوائز اللي نحصلها. إيش رأيك بالثقة عبد الله؟ كفو والله. رأيك في عدم رغبة بعض الجماهير دفع مبالغ مالية للتذاكر يعني لحضور بعض المسرحيات، هل تري بأن المسرح يجب أن يكون مجانا ولا يجب أن ندفع لكي نرى عروضا مسرحية مثل ما ندفع لأي شيء للسينما ولا لحفلة أوبرالية ولا غيره؟ هذا سؤال إجابته طويلة. أنا رأيي أن في عروض يجب أن تكون مجانية خصوصا في هذه الفترة، لأن إحنا سابقا ما كان عندنا تثقيف الجمهور على مسألة الدفع للمسرح، فالحين لازم نبدأ بهذا الشيء على أساس أن يترسخ للجمهور أن يا جماعة هذا مثل ما نروح السينما ونستمتع، مثل ما نروح نحضر مباريات أحيانا ندفع للتذاكر، إحنا نروح مسرح نستمتع وندفع له، ونفس الشيء على أساس إحنا بعد نكسب ترى من وراء المسرحيات التجارية. جميل. بالفعل أنا بغيت إجابتكم كلكم. لكي نسمع. دائما أسئلتي إجابتهم كلهم. لأنها أسئلة. أسئلتي جميلة. لأنها أسئلة جميلة فأنا ما أريد أحرمهم من هذا. وإجاباتي جميلة. الفكرة إنه لكي نصنع مسرح جماهيري نستقطب الجمهور إلى المسرح نحتاج إلى شيئين أساسيين. أولاً قاعة عرض بتعرض فيها العروض باستمرار، حيث أنت اليوم سهرانين. وساعة كذا تقول لي أروح المسرح الفلاني أشوف عرض. نعم يكون منظم من جدول. نعم ما موجود مسرح حقيقي متواجد بشكل دائم، يكون في عروض دائمة تعمل. هذا سبب واحد أساسي. الشيء الثاني الأساسي أيضا أن نخلق نجوم شباك تذاكر، وهؤلاء النجوم يخلقون بطرق معينة، يجب أن نصنع هؤلاء النجوم. نعم. أو خلينا نقول نصنع هؤلاء النجوم. هذه فكرة. هذه الأشياء إذا صنعناه سنصنع مسرح جماهيري جيد. نعم بدر. هو بالحقيقة أن الجمهور يدفع. يعني هذا اللي كنت بقوله. نعم. في جامعة سلطان قابوس، حارة البخت والحشمير، هناك كثافة في الحضور، فقط أحيانا عندما لا يكون هناك تسويق حقيقي للمسرحية تفقد الجمهور. نعم. التسويق متأخر أو شيء من هذا القبيل. لكن في الحقيقة يعني هناك جمهور يدفع. في جامعة نزوة أنا حضرت مهرجان كانت بتذاكر ولم يكن هناك جوائز ولا لجنة تحكيم في المهرجان. نعم. كان وهذه الملاحظة أنا سمعتها في مهرجان آفاق المسرحي، كان البعض يعلق يا جماعة الخير المفروض عاملين تذاكر، لأن ما ممكن أن نحن نتدافع على البوابة وأن نحن والله نأتي قبل العرض بساعتين مثلا أو نجلس على الدرج، فهذا يعطينا مؤشر أن الجمهور مستعد أن يدفع، خاصة إذا تكامل مع الأشياء اللي ذكرها الأستاذ جلال في مسألة وجود نجوم لشباك التذاكر ووجود قاعات مهيئة، أن الواحد فعلا يقول والله أنا هذا الويكند بشيل عائلتي مثلا ولا بروح مع صديقي وبحضر لعرض مسرحي مثل ما انا احجز لعرض في قاعة سينما. حتى في الاعياد عبد الله، حتى في الاعياد الأكثر. فرصة مناسبة، بس المسرحيين المشكلة والفرق المسرحية او حتى الجمعية ما تستغل هذه الاوقات، لانها الاوقات اللي الناس فعلا مستعدة فيها تدفع. نعم. يعني انا اتذكر في بداية لقائنا كنا نتحدث عن ساعة للحوار والنقاش في المسرح، ونحن الآن كملنا تقريبا ساعتين إلا ربع، فأنا أشكركم جزيل الشكر على إثراءكم لسهرتنا لهذا اليوم، الأستاذ والمخرج المسرحي والمؤلف جلال عبد الكريم جواد، شكرا جزيلا لك. شكرا عبد الله، جزاك الله خير، وسهرة ممتعة كانت بمداخلات الشباب وأسئلتك. أكيد. وبإثراءكم كذلك المخرج بدر النبهاني، شكرا جزيلا لك. العفو العفو، بالعكس. سهرناك شوية. وإيه صحيح، لكن أنا سعيد بهذا اللقاء جدا. إذا باغي قهوة ثقيلة شوية تخليك تواصل للفجر بزيد الطين بلا بعدين دوام. يعطيك العافية.
وفاء الراشدية، شكرا جزيلا لك على حضورك اليوم وتشريفك لنا في ليالي الشبيبة. الله يعافيكم، الشرف لي، ومشكورين على اللقاء الرائع والمحاور الأكثر من رائعة. الله يسلمك، وأكيد وجودكم إثراء وإضافة حقيقية لسهرات ليالي الشبيبة. مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر اليوتيوب والبث المباشر في تويتر، نذكركم مرة ثانية للمشاركة في مسابقاتنا الرمضانية، سواء اللي معروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر في الإنستغرام، جوائز نقدية، وكذلك جائزة نقدية يوميا 50 ريال في البرنامج الصباحي من غبشة، تتعرفوا على الفائز من خلال إرسالكم لأسمس بكلمة الشبيبة. لكم منا أجمل التحايا، فريق الإعداد حمد البلوشية، جاسم البداعي، جميلة الزيدي، الفريق التقني أحمد عزيزي ومحمد فتحي، والمخرج المبدع والجميل هناك من استديوهاتنا في الخوير علاء المحاربي. في أمان الله.